الخطوط الملكية المغربية تزف بشرى سارة للمغاربة العالقين بالخارج. أعلنت الخطوط الملكية المغربية أمس الخميس عن تنظيم رحلات استثنائية جديدة، وذلك عقب قرار المملكة إغلاق مجالها الجوي بالكامل في إطار تدبير تصدي لمتحور أوميكرون. وقالت لارام عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: نبلغ زبناءنا أنه تم برمجة رحلات استثنائية خاضعة لترخيص خاص من المغرب في اتجاه بلجيكا، كندا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا ما بين 6 دجنبر 2021 و7 دجنبر 2021. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعهم. وكانت الشركة المغربية قد قررت في وقت سابق تنظيم رحلات استثنائية انطلاقا من المغرب صوب فرنسا ما بين 30 نوفمبر إلى غاية 6 دجنبر الحالي، ونحو كندا وإسبانيا وإيطاليا يوم السبت 4 دجنبر الجاري.